أهلا بكم. استأنفت تونس المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بعد أن تم تعليق المفاوضات في يوليو الماضي. نأخذ المزيد من التفاصيل مع رندا خشة. تعود المفاوضات من جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي، وذلك فيما يخص الأطر والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها تونس. نقف على هذه الأرقام والتحركات الأخيرة في ملف استئناف المفاوضات التي تقوم بها فيما يخص حزمة من الإجراءات التي وصفها المركزي التونسي بحزمة الإنقاذ للاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة، تحديدا بعد تداعيات الجائحة والتراجعات الاقتصادية التي شهدت في الاقتصاد التونسي. هناك مفاوضات على قرض بأربعة مليارات دولار. نتحدث عن هذا القرض، هو الأعلى منذ أكثر من 60 عاما بالنسبة للاقتصاد التونسي، ولم تقرض بحجم هذا النوع من المديونية خلال هذه الفترة وخلال الفترة الماضية. في هذه السنوات كنا شاهدنا تمويل ميزانية واستعادة التوازن المالية العمومية قبل إقرار موازنة العام 2022، وهذا قبل الإعلان عنها من قبل الحكومة التونسية. كنا شاهدنا تشكيل للحكومة التونسية الجديدة في شهر أكتوبر الماضي، ولكن قالت بأن الاقتصاد بحاجة إلى تمويلات بالنقد الأجنبي خلال هذه الفترة. وفي شهر أبريل الماضي من العام 2020 تم منح 750 مليون دولار من التمويل الطارئ من قبل صندوق النقد الدولي، لتعود من جديد للمفاوضات في هذا الحديث حول الإصلاحات وسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تقليل الدعم وفاتورة أجور القطاع العام في الاقتصاد التونسي، وكذلك إصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، من جهة أخرى الحد من العجز والديون. نقف على أبرز بنود موازنة تونس للعام 2021. نتحدث عن قانون المالية، عجز مقدر ب 7.3% قد يصل إلى 7 مليارات دينار بحسب الأرقام الأخيرة لوزارة المالية التونسية. النفقات قد تصل إلى 40 مليار دينار، والمداخيل أقل مقارنة مع هذه المصروفات 33 مليار دينار. بالنسبة للموارد التمويلية وتغطية تكاليف الخزينة، كنا شاهدنا في آخر هذه الأرقام إجمالي مصادر التمويل قد تصل إلى أكثر من 18 مليار دينار تونسي. الاقتراض الخارجي هو الأعلى، سيكون في حدود 13 مليار دينار، ولكن الاقتراض الداخلي عند مستويات 5 مليارات و 600 مليون دينار، وموارد الخزينة فقط تشمل 100 مليون دينار بالنسبة لهذه الموارد التمويلية التي تسعى إليها تونس في الموازنة أو موازنة العام 2021. أرقام الاقتصاد التونسي، كنا شهدنا بعض التراجعات بالنسبة ل الاقتصاد والتعافي الاقتصادي مؤخرا. نسبة الدين الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي مؤخرا وصلت خلال العام الماضي إلى مستويات 87%، قد تصل وترتفع إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي خلال العام 2021. النمو الاقتصادي على الرغم شهدنا انكماش السنة الماضية بأكثر من 8% بسبب تداعيات الجائحة والتراجع الاقتصادي، ولكن توقعات صندوق النقد هنا هناك بعض المكاسب والارتفاعات قد تصل إلى حدود 3.8% من الانتعاش وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا. ولكن معدلات التضخم نتحدث عن عودتها إلى مستويات يوليو من هذا العام عند 6.3%. هذه آخر الأرقام فيما يخص التضخم في تونس خلال شهر أكتوبر 2021. إذن تعود الآن المفاوضات من جديد فيما يخص الإقراض بين تونس وصندوق النقد الدولي. وتنضم إلينا من تونس جنات بن عبد الله الكاتبة الاقتصادية. سيدة جنات، أهلا بك معنا. إلى أي مدى تعتبر هذه المحادثات والمفاوضات التي عادت من جديد ما بين تونس وصندوق النقد يعني خطوة على طريق الحل لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتراكمة في تونس؟ نعم، شكرا لكم. هذه المفاوضات عادت بطلب رسمي الأسبوع الماضي من قبل رئيس الحكومة السيدة نجلة أبودن، وقد تم اللقاء يوم السبت الماضي، حيث أصدر البنك المركزي بيانا قال فيه أن هذه اللقاءات كانت لقاءات فنية على المستوى يعني الفنيين، وبالتالي تم الاتفاق حسب البلاغ الصادر عن البنك المركزي أنه تم الاتفاق على
مواصلة تونس في الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها تجاه صندوق النقد الدولي منذ رسالة النوايا الأولى، أي منذ سنة 2013. وبالتالي اليوم هناك يعني انخراط حكومة بودن في برنامج الإصلاحات الهيكلية التي سيتم ترجمتها في مشروع قانون المالية لسنة 2022. وبالتالي يعني هذه الدعوة جاءت في ظل الحصار الذي فرضته الثورة التونسية بعد حراك 25 جويلية الماضي. وتونس تعول، أو الحكومات لنقول الحكومات والسلطات السياسية تعول على هكذا عودة للمفاوضات باعتبارها تأشيرة على الأقل وطمأنة للمقرضين الدوليين والمستثمرين يعني الدوليين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل شح السيولة في بوارد ميزانية الدولة. واليوم كما أشار التقرير أن تونس تطلب 4 مليار دولار كقرض، وهو أعلى قرض يعني في العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي. ولكن الإشكال اليوم إلى أي مدى، وهنا يعني السؤال الذي يجب طرحه، إلى أي مدى انخراط حكومة بودن في هذه الإصلاحات، يعني هذا الانخراط يتطابق مع وعود سيد رئيس الجمهورية للشعب التونسي الذي يعني انخرط في هذا المسار على أساس تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وعلى أساس انقاذ الاقتصاد من الانهيار. وبالتالي ننتظر يعني، ولو أن وصفة صندوق النقد الدولي يعني هي وصفة يعني صالحة لكل زمان ومكان ولم تتغير منذ يعني ثمانينات القرن الماضي، وبالتالي اليوم السلطة السياسية في تونس وخاصة رئيس الجمهورية مطالب بتوضيح حقيقة رؤيته الاقتصادية في ظل انخراط حكومة بودن في مسار الإصلاحات الهيكلية. طيب يعني الطلب يتوقف على 4 مليار دولار من صندوق النقد، لكن حسب التوقعات يعني تونس بحاجة إلى 6 مليار و700 مليون دولار لموازنتها لعام 2021 سيدة جنات، لتفادي هذا الارتفاع الذي نشهده بأسعار النفط والطاقة عالميا. ما هي المصادر الأخرى التي قد تلجأ إليها تونس، أو برأيك إلى جانب صندوق النقد الدولي؟ بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن يعني هذا التمويل سيتعلق بتمويل ميزانية 2022. أما فيما تبقى من الفترة الحالية لهذه السنة، لا يمكن أن نعول على يعني قرض صندوق النقد الدولي وعلى تونس التعويل على ذاتها. وقد كان هناك يعني دعوات لتمديد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة للوقوف إلى جانب تونس، ولكنها بقيت وعود. واليوم تونس مدعوة إلى التعويل على ذاتها، وعندما نقول التعويل على ذاتها فإنها عليها أن تعول على الموارد الجبائية وجمع على الأقل ما يمكن جمعه من الضرائب، وبالتالي أيضا التعويل على البنك المركزي باعتبار أن التعويل على البنوك المحلية اليوم أصبح ضعيف جدا في ظل رفض البنوك يعني المحلية تمويل جزء من حاجيات ميزانية الدولة في ظل يعني شح السيولة حتى لدى البنوك المحلية التي اختصت في هذه السنة على تمويل ميزانية الدولة على حساب تمويل الاقتصاد. وبالتالي اليوم كل يعني الاهتمام موجه إلى البنك المركزي المدعو إلى تمويل ميزانية الدولة سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، أي عن طريق البنوك المحلية. أيضا رئيس الجمهورية دعا الشعب التونسي إلى مساعدة يعني الدولة على تعبئة الموارد، ولكن هذه الدعوة قبلت بالرفض حقيقة من الشعب التونسي باعتبار تدهور المقدرة الشرائية وباعتبار ارتفاع نسبة التضخم وأيضا مواصلة انزلاق الدينار. واليوم نحن نورد التضخم إلى جانب التضخم الداخلي، وهذه الدعوة قوبلت بالرفض، الرفض الحاد، وليس يعني بالرفض الدبلوماسي، بالرفض الحاد من قبل الشعب التونسي في ظل يعني ارتفاع التضخم. طب تمام، بالمقابل إلى أي مدى يعني اليوم يعني قد تأتي الشروط أكثر حدية من قبل صندوق النقد يعني لمعالجة الإصلاحات سيدة جنات، وخصوصا أنه كانت توقفت سابقا بشهر يوليو، يعني هل سنرى اشتراطات أكبر هذه المرة تفرض على تونس؟
نعلم أن يعني شروط صندوق النقد الدولي كما قلت في البداية هي وصفة تقليدية معروفة، نعم لأنه ما ساهم في تباطؤ يعني تطبيق تونس لهذه الإجراءات هو رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمزيد تجميد الأجور ولمزيد تدمير المقدرة الشرائية، وبالتالي من أول الشروط التي أصبح يفرضها صندوق النقد الدولي هو الاتفاق بين السلطة السياسية والأطراف الاجتماعية بما معنى خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. ونعتقد أن اليوم الحكومة دخلت في لقاءات ماراثونية مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع منظمة الأعراف من أجل الاتفاق على هدنة اجتماعية غير معلنة، والحديث اليوم أصبح بين هذه الأطراف أي السيدة بودن والأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس منظمة الأعراف، أصبح الحديث اليوم يتمركز حول المحافظة على النسيج الاقتصادي بما يعني الاتفاق على هدنة اجتماعية غير معلنة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومطالبة اليوم اتحاد الشغل بمفاوضات اجتماعية حول الترفيه يعني في الأجور لربما سيتم ترحيلها في يعني بسبب إيجاد توافق على الأقل بين كل هذه الأطراف ومواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تعول عليه الحكومة التونسية بالنسبة للفترة القادمة. بالنسبة للشروط المشحفة هي معروفة، أي مواصلة يعني اتباع سياسة التقشف التي تمر عبر تجميد الأجور، عبر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، وأيضا عبر رفع الدعم والتعويض على المواد الأساسية، وأيضا عبر الترفيه في الضرائب، وأيضا عبر التفريط في المؤسسات العمومية. اليوم حكومة بودن مطالبة إلى مزيد يعني مواصلة ما تم الاتفاق عليه، ولكن يبقى السؤال اليوم الخطير المطروح إلى أي مدى سيكون رئيس الجمهورية موافق على هذا يعني التوجه، خاصة أن وعوده اليوم ستواجه يعني حقيقة امتحان خطير، باعتبار أن التونسيين عندما خرجوا معه في حراكه اليوم 25 جويلية كان بناء على صحيح القطع مع المنظومة السياسية، ولكن أيضا على أساس تحسين ظروف المواطن التونسي. ولكن إذا ما انخرطت حكومة بودن في الإصلاحات صندوق النقد الدولي فإن ذلك سيترجم بمزيد تدمير المقدرة الشرائية، بمزيد تدمير مواطن الشغل، بمزيد تدمير أيضا الدينار التونسي، وبالتالي هي مؤشرات على الاحتقان الاجتماعي، وخاصة نحن على أبواب شهر جانفي يعني بداية السنة القادمة، وشهر جانفي معروف في تونس أنه شهر الاحتجاجات وشهر يعني تعبير الشعب التونسي على رفضه على كل لكل سياسات صندوق النقد الدولي. نشكرك سيدة جنات بن عبد الله الكاتبة الاقتصادية، كنت معنا من تونس، شكرا لك. شكرا. بهذا نأتي لنهاية فقرة في العمق.